صلي وسلم دائما. أعظم مكان وأكبر أمنية يتمناها الإنسان ونتمناها أن نكون مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا أحسن المجالس وأفضل الأماكن. كيف الإنسان يوصل إلى هذا؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أقرب الناس مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيد الكونين والفضلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صلي.